عشان نخص البرنامج. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية مش احنا بس، ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا سنة مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك، انا يقعد معاك بس زمان الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صح، بتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا لنادي الزمالك، مش احنا بس، احنا وانديه تانية كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد. اسمع بس، اسال بتوع بورسعيد، عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره ماشي، مش عارف عايز ايه حاضر ماشي اهو كويس تمام. فيجي بقى الـ 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 تيجي الـ 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 الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني. فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد. فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا. فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول لي انتوا لو عايزين ضرب الجزاء نديكوا ضرب الجزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. فهم يقولوا بضرب الجزاء، انا كنت اقول له لا. انا منبهر والله، مش احنا، مش الزمالك بس، انا مندهش، مش الزمالك بس، انت كابتن بتتكلم كلام في منتهى الخطوره. خطوره ايه؟ مش دي حقيقه؟ خطوره حقيقه إيه؟ يعني انت حضرت وقائع زي دي؟ حضرت ايه؟ انا كنت بلعب وبعض